للأسف اللي بيحصل دلوقتي إن فيه ناس بكل أسف بتحاول تشكك الناس في الإيمان المسيحي، وبعد ما بتشككها تبدأ تقول كلام عكس كلام المسيح بالظبط، كلام عكس كلام المسيح بالظبط. عندنا معمودية، لا مفيش معمودية، عندنا ميرون مفيش ميرون، عندنا أسرار كنيسة مفيش أسرار كنيسة، عندنا كهنوت لا مفيش كهنوت، عندنا قداس مفيش قداس، فيه صليب للمسيح لا مفيش صليب للمسيح، فيه قيامة لا مفيش قيامة، فيه لاهوت لا مفيش لاهوت، فيه فداء مفيش فداء. ده اللي بيعمله الشيطان، ده اللي بيعمله الشيطان عكس كلام المسيح بالظبط. في الأول يشككك، وبعد كده هيقول لك كلام عكس كلام المسيح بالظبط، وتكون النتيجة أن زي آدم وحواء من طردوا بره الفردوس وماتوا، يكون أنت كمان لو سمحت كلامهم بكل أسف هتكون خارج شعب الله، واسمك هيتسطب من سفر الحياة، وحطولك في البحيرة النار، في بحيرة النار والكبريت. لأن في حاجة تبقوا عارفينها، أي إنسان مسيحي بعد المعمودية والميرون والتناول اسمه بيتكتب في سفر الحياة. لو هو حتى أخطأ وقدم التوبة وصلى وتناول، ربنا هيقبله، لأن الكتاب بيقول إذا أخطأ الإنسان وتاب حنساله كل خطاياه، في بره الذي فعله مؤخرا يؤخذ كل شره لا يحسب له. إنما لو هو استمر في البعد عن الله بدون توبة وبدون تناول، اسمه هيتسطب من سفر الحياة. وتقرأ الكلام ده في سفر الرؤيا إصحاح 20 لما بيقول وسلم الموت والهوى الأموات الذي فيهما، وطرح في بحيرة النار والكبريت كل من هو اسمه غير مكتوب في سفر الحياة. كل إنسان اسمه مش مكتوب في سفر الحياة طرح في بحيرة النار والكبريت. فعشان خاطر كده نصيحة بقولها لكل أولادنا، أرجوكم اقطع الطريق على الشيطان. الناس اللي بيشككك ما تسمع لهاش، ما تضيعش وقتك مع الحاجات اللي بيعملوها.